هذه هي أسباب وجود النمل في البيت وطرق التخلص منه. النمل من الحشرات الاجتماعية، وهي تعيش ضمن مجموعة كبيرة يصل عددها إلى الملايين في مستعمرات خاصة بها، وتتكون المستعمرة في معظمها من ملكة أو أكثر والذكور المسؤولين عن التخصيب، والنمل العامل وهو عبارة عن نمل عقيم. أما بالنسبة لجسم النملة فهو ينقسم إلى 3 أقسام رئيسية، هي الرأس والصدر والبطن وقرني الاستشعار. ومن الجدير بالذكر أن النمل موجود في كل مكان على سطح الأرض باستثناء أنتاركتيكا وبعض الجزر النائية. أسباب وجود النمل في البيت: إن كثرة النمل في البيت لا يعني عدم النظافة، ولكن قد يرجع السبب إلى أمور أخرى، منها أن يكون البناء قديما أو كثرة المنافذ ووجود التشققات داخل الأرض والجدران، مما يعطيه الفرصة لبناء المستعمرة الخاصة به، حيث تبدأ بالتوسع والانتشار حتى تصبح أزمة كبيرة داخل البيت، ويصبح التخلص منها أمرا ضروريا. كما يمكن أن يكون وجود الأطفال في البيت من أسباب تكاثره، وذلك بسبب الفتات الطعام الذي ينثرونه على الأرض. يعتبر النمل من الآفات المنزلية المزعجة إلى جانب غيره من الحشرات كالبعوض والذباب وغيرها الكثير، حيث يوجد لظهوره في المنزل عدد من الأسباب، منها عدم نظافة المطبخ ووجود إعشاش النمل بجانب المنزل أو على الرصيف مما يتسبب بدخوله، وجود شقوق ومنافذ في الجدران والأسقف، وجود تمزق في شاشات النوافذ أو تلف مساحات الأبواب، إضافة إلى وجود بقايا وفتات الأكل والشراب كما قلنا سابقا. هكذا يتم حل مشكلة النمل في المنزل طبيعيا. يوجد لحل مشكلة ظهور النمل وانتشاره في المنزل عدد من الطرق الطبيعية ورخيصة التكلفة. أولا الخل: إلى جانب فعالية الخل في عملية التنظيف، فهو يمتلك خصائص طاردة للنمل من خلال امتلاكه لرائحة قوية منفرة للنمل ذات قدرة على إزالة أي روائح تفرزها أسراب النمل للاستدلال على طريق العودة. ثاني حل هو قشور الحمضيات: تستخدم قشور الحمضيات وقشور الخيار في التخلص من النمل بسبب امتلاكها لمواد سامة للفطريات التي تتغذى عليها أسراب النمل، وبالتالي يسعى النمل لتجنب أماكن تواجد هذه القشور لتفادي التعرض للتسمم. كذلك الطباشير: تحتوي الطباشير على مركب كربونات الكالسيوم، والذي يعد من المركبات ذات الروائح المكروهة من قبل النمل، لذا يمكن التخلص من وجود النمل برسم خط من الطباشير حول الباب والمداخل الأخرى ليعمل كحاجز طبيعي ضد دخول النمل للمنزل. من منفرات النمل أيضا الليمون: يعد الليمون من المواد الطبيعية الفعالة في التخلص من النمل بسبب امتلاكه لرائحة نفاذة، حيث يمكن استعماله باتباع الأساليب التالية: فرك عصير الليمون على حواف المنافذ كالأبواب والنوافذ، وضع زيت الليمون على قطع صغيرة من القطن وتركها في أطراف الخزائن. كذلك يمكن استعمال القرفة، حيث إنه لا يحب التواجد في مكان توجد فيه رائحة القرفة، فهي تحتوي على زيوت تطرد الحشرات جميعها. استعمال الخل الأبيض والنعناع، وكذلك الديتول أثناء تنظيف البيت، سد الفتحات التي يدخل ويخرج منها النمل، واستعمال قشر الخيار في مناطق وجوده، إحضار المواد الموجودة في الأسواق للقضاء على النمل بشكل نهائي، والتركيز على تنظيف المنزل من فتات الطعام الذي يعتبر السبب الرئيسي لجذب النمل.